وفي الأخبار الرياضية، يستضيف الأهلي القاهري بعد غد الجمعة الهلال السوداني في دوري مجموعات بطولة الأندية الأفريقية الأبطال، ويخوض الهلال المباراة وهو في صدارة المجموعة بعد فوزه على ملعبه في على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، فيما يقبع الأهلي القاهري في المركز الأخير بعد خسارته أولى مبارياته خارج أرضه أمام النجم الساحلي بهدف نظيف. ويدخل الهلال السوداني اللقاء بصفوف مكتملة بعد عودة نجم الدفاع عمار الدمازين من الإصابة ولاعب الوسط نزار حامد من الإيقاف.